في الجمهورية اللي بيحكمها عميل جيش الاحتلال، كنا بفضل الله إن لم نكن الأول من أوائل من قال هذا، كنا وما زلنا نؤكد أنه عميل. وستذكرون ما أقول لكم، وكل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية تؤكد هذا. المهم السيسي كان عامل معرض اسمه معرض مصر الدولي للبترول، فالناس فوجئت انه دخل القاعة ورفض انه يقعد. انسان ساب كل الناس، ما سلمش على اي حد الا شخص واحد فقط، جري عليه وساب جميع الحضور. هذه اللقطة لما عملت حضراتكم فيديو مبارح حقيقة ما حطتهاش هي العنوان الرئيسي، لان مش دي قصة ولا دي شيء مفاجئ، لكن اللي حدث بعديها ها هو المفاجئ. هنتابع معاكم. ساب الجميع، شخص واحد فقط جري عليه وساب جميع الحضور ولا كأنهم موجودين، لا رئيس وزراء ولا ضيوف ولا مين، ها ما سلمش على حد، راح سلم على شخص واحد فقط. الجمهورية مين الشخص اللي ساب السيسي الناس كلها عشان يسلم عليه او عليها بقى ويوطي راسه كده قدامها؟ دي وزيرة الطاقة الإسرائيلية. هذه اللقطة يبدو انها جت في توقيت صعب، يعني ايه؟ ما كانش متفق عليها من بدري. حد اشار على السيسي بتلك اللقطة الإنسانية، لانه مرهف الحس جدا، انت عارف ما يقدرش يأذي طير، فبالك لما يشوف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا مصاب ولا ايه مش عارف. الإعلام في مصر ما كانش عنده تعليمات بدري، السامسونج ما كانش شغال، فالإعلام كان في حتة تانية خالص، لا عارف السيسي بيسلم على مين ولا مين دي. وبعدين الناس للأسف الصحفيين في مصر، إذا بقي صحفيين في المواقع، أنت عارف وزير الإعلام كان قالك إنه ما فيش صحفيين، كله شغال بالكمبيوتر، مش أنا اللي قلت، وزير الإعلام في جمهورية العسكر. لكن الصحفيين حتى اللي فضلوا من كتر ما دماغهم ركنت هنجت، ما بقاش حد عنده قدرة على التفكير ولا حد يقدر يبحث بصورة حتى، يعني ما حدش يقدر مثلا ياخد صورة الشخصية دي ويعمل بحث على جوجل، رغم انه موضوع بسيط يعرف مين دي. حدش عارف كان السيسي بيسلم على مين، ومحدش قال لهم حاجة قبلها، فكله تعامل على ان وزيرة الطاقة مواطنة مصرية من ذوي الاحتياجات الخاصة، فجري السيسي الانسان عشان يسلم عليها وساب كل الحضور، ما كانش فيه تعليمات، فالكل طلع بهذا الشكل. في لفتة إنسانية رائعة، الرئيس السيسي يتوجه لتقديم التحية لفتاة من ذوي القدرات الخاصة فور وصوله لمقر المؤتمر إيجيبس 2022. ما حدش يعرف أي حاجة، فالكل بيتعامل ها بهذا الجهل، بهذا الجهل. بقول لك تخيل إعلام بلد كل المواقع، كل المواقع نقلت نفس الخبر، كله كان بيتحدث على انها مواطنة مصرية من ذوي الاحتياجات الخاصة. الرئيس السيسي يحرص على مصافحة احد الحضور، حد مجهول من ذوي الاحتياجات الخاصة بمعرض ايجيبس 2022. دي الشروق ها مبتدا موقع المخابرات بامتياز. طب وهو الشروق موقع ايه؟ لا الشروق جرنان راكباه المخابرات، انما ده موقع مخابراتي، يعني خلي بالكم يا جماعه والله دي تفرق، ده موقع مخابراتي اصيل، يعني من داخل مبنى المخابرات. السيسي يصافح احد الحضور من ذوي الاحتياجات الخاصه، خد بالك ده دليل انه ما كانش فيه تحضيرات، وعباس مش موجود، عباس مش موجود ولا كان رجع قبل البتاع؟ اعتقد عباس مش موجود، لان عباس بقاله 5 ايام بيتخانق في حته، خدوا بالكم عباس بقاله 5 ايام بيتخانق في حته. اللجان الالكترونيه ومؤيدين السيسي ابتدوا ياخدوا هذا الجزء ويتكلموا عن الانسان، السيسي الانسان اللي رفض ونفسه ما جابتوش ان يقعد مكانه وساب كل الحضور عشان يسلم على المواطنه المصريه من ذوي الاحتياجات الخاصه. والكل اشتغل على القصه دي بمنتهى الهمه، بمنتهى الهمة. السيسي يطمئن على صحة فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في افتتاح ايجيبس 2022، في افتتاح المعرض بتاع الطاقة ولا البترول. بعديها مفيش اقل من ساعة
الموضوع بقى فضيحة. ليه فضيحة؟ لأن إسرائيل ابتدت تحتفي بهذا المشهد، مشهد السيسي الإنسان اللي ساب كل الناس وجري وهرول على وزيرة الطاقة الإسرائيلية. بص، إعلام بلد زي مصر 100 مليون في 30 ألف موقع و30 ألف محطة يعني ما فيش حاجة بتتصرف في مصر على قد الإعلام. لا، في تجسس على المواطنين وبتاع. الإعلام المرحلة التانية، إعلام مش الإعلام، الدولة في جيش الاحتلال، إذا جاز لي أن نقول دولة جيش الاحتلال، بدأت تحتفي اللي سب أنه ما سلمش على حد من مصر ولا بتوع الخليج اللي دعاهم، وجري فورا عشان يسلم على وزيرة الطاقة الإسرائيلية. احتفاء رسمي من قبل سلطة جيش الاحتلال، ده اللي قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيت. الرئيس السيسي: لقد أثرت فينا جميعا. الرئيس السيسي: لقد أثرت فينا جميعا. كتاب إسرائيليين وصحفيين ابتدوا يكتبوا الحقيقة، دي مش مصرية، دي وزيرة إسرائيلية. دمروا كل الحاجات. هذا الفيديو مذهل. الرئيس المصري السيسي يدخل مؤتمر القاهرة للطاقة، وقف الحشد كله على أقدامهم وصفقوا له. السيسي يعبر القاعة بأكملها من جانب إلى آخر لاستقبال وزيرة الطاقة كارين الحرار. يجب عليك مشاهدة هذا الفيديو. الصحفيين بتوع جيش الاحتلال فضحوا القصة وفضحوا كذب الإعلام المصري عن السيسي الإنسان. فيديو مدهش، شمعون أراه. أول شيء قام به الرئيس المصري فور دخوله قاعة مؤتمر الطاقة الدولي، توجه نحو وزيرة الطاقة كارين الحرار، رحب بها وشكرها على حضور المؤتمر. هنا أصبح الإعلام المصري لا مؤاخذة، أو إعلام السيسي تحديدا لا مؤاخذة، إن ده لو إعلام مصري ما كانش دي تبقى وضع مصر، ولا كان دي تبقى حكاية مصر. إعلام السيسي بقى في ورطة، فابتدى يمسح الأخبار، ابتدى يمسح الأخبار بتاع السيسي الإنسان والمواطنة المصرية ذات الاحتياجات الخاصة، بقول لك دولة البزراميط، وبدأ ينشر الفيديو بهذا الشكل. ما فعله القائد العظيم، انت بقى فسر مع نفسك، ما مش عارفين بقى القلبة تيجي ها في هذا البلد، في البلد قائد عظيم. هذا ما فعله السيسي لدى دخول جلسة ايجيبس 2020. مش قادرين، اللفة صعبة شوي. واللجان الالكترونية ابتدت تجيلها الاوامر فتفسر للناس المشهد بتلك الطريقة الكوميدية. هذا تصرف يتكرر دائما من عبد الفتاح السيسي ابو مهاب. سلم لي على مهاب يا ابو مهاب. هذا ما يفعله السيسي مع اي شخص من فئه ذوي الاحتياجات الخاصه في اي مؤتمر وفي اي مكان. ولم يكن من اللائق ان يتعامل مع شخص اسرائيلي من ذوي الاحتياجات الخاصه بطريقه اقل ود واحترام. اما مزايدات بعض العرب والاخوان والاتراك ضده فهي معروفة دائما، بقول لك مكتوبة بمداد ده هو الحب. مخابراتي واضح جدا، السيسي الإنسان، ده التبرير اللي حاولوا يقلبوا بيه القصة. طيب، ده اللي قاله الإعلام المصري، وده اللي قالته الدولة في جيش الاحتلال. لكن الإعلام الإسرائيلي دي الصدمة بقى. سيبك، قال لك اللي بيبرره قال لك ايه والإخوان وهيبقى ليهم رأي تاني وبتاع. طيب، الإعلام الإسرائيلي كان ليه رأي آخر في تلك اللقطة. الإعلام الإسرائيلي عمل اللي كان المفروض يعمله الإعلام المصري مع تلك اللقطة، لو عندنا إعلام في مصر. الإعلام الإسرائيلي عمل اللي المفروض يعمله الإعلام المصري مع تلك اللقطة، فوصف الإعلام الإسرائيلي السيسي الإنسان هكذا: הוא נחשב סיסי רואה כזה דבר, וכשהוא מקבל את הדור האחמי נמצא שם בקהל, בטח שהוא יעשה את זה. כי יש דבר, יש כלל שבמזרח התיכון קוראים לזה כלב השמירה של הדמוקרטיה, זה הרי אנחנו, הכלבים, אוהבים מזון. כלב الحراسة للديمقراطية. כלב الحراسة للديمقراطية. כלב الحراسة للديمقراطية. هو قصده الدكتاتورية عشان يحافظ على الديمقراطية الإسرائيلية، ولا أنا فاهم غلط؟ ولا كلب الحراسة للديمقراطية العربية، ولا الديمقراطية المصرية؟
كلب الحراسة، هكذا وصف بعد هذا المشهد في إعلام جيش الاحتلال. قال لك السيسي بص على قائمة الحضور، أول لما عرف إنها وزيرة الطاقة الإسرائيلية تصرف كالحيوان. ده مش وصفي، ده الوصف الدقيق اللي بيقوله إعلام جيش الاحتلال ها للسيسي. تاني قال لك تصرف كالحيوان، بص على قائمة الحضور وقرر إنه يجري على العظمة اللي لقاها. ده وصف الإعلام الإسرائيلي للسيسي الإنسان في مصر. נכון, עכשיו סיסי רואה כזה דבר, וכשהוא מקבל את הדור האחמי נמצא שם בקהל, בטח שהוא יעשה את זה, כי יש דבר, יש כלל שבמזרח התיכון קוראים לזה כלב השמירה של הדמוקרטיה, זה הרי אנחנו, הכלבים, אוהבים מזון. וכזה עול. נכון, עכשיו סיסי רואה כזה דבר, וכשהוא מקבל את הדור האחמי נמצא שם בקהל, בטח שהוא יעשה את זה, כי יש דבר, יש כלל שבמזרח התיכון קוראים לזה כלב השמירה של הדמוקרטיה, זה הרי אנחנו, הכלבים, אוהבים מזון. أما مش أنا يعني، ده أهله وقريبه كلب الحراسة هكذا يطلقون عليه بعد كل تلك الخدمات الجليلة. بعد ما عموس جلعاد قال لك إحنا كنا هيجينا ساكتة، والسيسي مبعوث العناية الإلهية، مبعوث العناية الإلهية لخدمة ورعاية وحماية جيش الاحتلال، بقى يطلقوا عليه كلب الحراسة. زي ما عبد الخالق عبد الله كان بيقول على السيسي، قال لك كان بيجي يقعد رجلينا تحت رجلينا كالمتسول عشان نرمي له بعض الفتات. هكذا يقال في الغرف المغلقة، للأسف دلوقتي ما بقتش غرف مغلقة. الكل عارف حقيقة المشهد، وعارف حقيقة هذا الشيء اللي تسلط على شعب مصر زي أي أرادة. ها؟ طب ليه اللقطة كده وليه وصفوا السيسي بهذا الوصف؟ لأنهم عارفين الغرض من اللقطة، وأهنوا الإعلام المصري اللي قالك بيغطي على كل الحاجات المجرمة اللي بيعملها السيسي. إعلام جيش الاحتلال فضح الغرض من تلك اللقطة وتحدث بلسان الحق، وهو الإعلام الكذوب. מזון שמנהיג כזה נותן לתקשורת, זה יכול לעשות ספין שלם לכל ההתנהגויות שהוא לא רוצה שידעו עליו. הרי תמיד המנהיגים הללו שיוצאים לחוץ לארץ, הם סופגים כל מיני הפגנות וכל מיני רעשי רקע מאוכלוסיות גולות שמספרות מה הם עושים במדינה שלהם. אלק, לאסף, לזעמם הדיקטטוריים דול, למה ביחרוקו ברה ביווגהו אעלם וביווגהו מוזהרת, תפדח אלי ביעמלו. אינם הדחל לבלד, לבלד ביתם מאחסעה. فيش حد بيطلع يتكلم، تاني الجمل دي، تاني الجمل اللي فاتت، مش هننقل الفيديو اللي بعده، الجمل اللي فاتت دي تاني، عشان الكلام ده لما بنقوله تصب اللعنات من كل مكان. طب اهم شركاء الكفاح اللي بيباتوا مع بعض في نفس السرير، شركاء الكفاح اهم. مزون شن منيك كذا نوتن لتكشورت، زي يقول اسوت سبين شلم لكل الاعتناقويات شو لو רוצה שידעו עליו. הרי תמיד המנהיגים האלו שיוצאים לחוץ לארץ, הם סופגים כל מיני הפגנות וכל מיני רעשי רקע מאוכלוסיות גולות שמספרות מה הם עושים במדינה שלהם. אז תפضح ما يفعلونه في دولهم. قال لك عمل اللقطه دي وجري زي الكلب على العظمه اللي لقاها، عشان يغطي على كل ما يفعله وعلى الانتقادات التي يواجهها في الخارج. لقى الوزيرة في قائمة الحضور فجري عليها عشان يقدم لقطة للعالم، عشان سجله العفن واللي بدأت ريحته تطلع غصب عن أي حد في كل أنحاء العالم. إعلام جيش الاحتلال بيقول الحاجات المفروض إعلام البلد يقولها، الإعلام اللي عامل نفسه مش شايف حاجة. לתת לקהל הישראלי כזו מחווה, וסיסי יוצא ג'נטלמן ויוצא סבבה, אבל עדיין סיסי בתוך המדינה שלו לא רק מדכא זכויות אדם, לא רק שהוא מוביל אותם להרפתקאות כלכליות שהמצב במצרים הוא נורא. قال لك مش بس مجرم في حقوق الإنسان، وصل البلاد لوضع اقتصادي مزري. سلم لي على التقارير الدولية اللي بتنشر في الأهرام المدلسة والأخبار الكاذبة والجمهورية الجديدة، سلم لي على تلك الأخبار
برضو لما بنقول الكلام ده تصب يا خاين يا بتاع يا قصة والرواية. القاسي والداني عارف الحقيقة الوضع المزري اللي وصلت له البلاد انسانيا واقتصاديا. قال لك هديك بالجزمة واغتصبك وما بلكش حق تتكلم مقابل ان انا بعمل لك اقتصاد. طب اديك بتاخد بالجزمة وما عملت لكش اقتصاد. الوضع مزري قال لك ده اعلام جيش الاحتلال. ارجوكم القصة خلي الاجهزة الامنية تطلع مترجم يقول ان الترجمة دي غلط او فيها كلمة واحدة مدسوسة على السيسي ليست حقيقية واحنا بنزودها او غيرنا المعنى. اتحدى انه يطلع كده. مش ده الشغل. او يدخل دلوقتي الباب مفتوح. نزلوا الرقم على الشاشة يا رجال. الباب مفتوح. تحدث باسم وزارة الخارجية يستهجن ويطلعنا ويفضحنا قدام الملايين اللي بتشوفنا ويقول انتوا كدابين. اصدقائنا اشقائنا الاعزاء ما يقولوش علينا كده وانتوا كدابين في اللي بتقولوه. قال لك السيسي قدم هذه الهبة للمستوطنين الاسرائيليين عشان يغطي على وضع حقوق الانسان في مصر قدام العالم ويغطي على الاقتصاد المزري في مصر. ده ملخص الحكاية. هكذا سخر إعلام جيش الاحتلال من السيسي ووصف ما فعله السيسي بأنه بيدفع جزية لإسرائيل عشان توصفه أنه جنتلمان وتنقذه من الوضع اللي هو فيه. למה צריך להסביר את המחווה של הסיסי? כי מצד אחד אני שומע שבמצרים המצב עכשיו של זכויות האדם הוא יותר ירוד מאשר בתקופת מובארק. אנשים שמצייצים בטוויטר עוצרים אותם, ואז הוא בא לשרת האנרגיה ככה, איזה ג'נטלמן. נשופה תני בעד איזנוק, עבדאללה, עשן הרקם כאן מגדת עליה, נשופה תני בעד איזנוק ומעבר. הסיסי, כי מצד אחד אני שומע שבמצרים המצב עכשיו של זכויות האדם הוא יותר ירוד מאשר בתקופת מובארק. אנשים שמצייצים בטוויטר עוצרים אותם, ואז הוא בא לשרת האנרגיה ככה, איזה ג'נטלמן. אין לך בנשוף דוודע אל-חול אינסן פו מסר אניאל מנוואת מובארק. דה ביעתקל אלי ביגרר. בואו לך הרגל, לסה מן יומין. כתב פוסט מן ארבע כלמאת. انا مش لها اكل عيالي قبضوا عليه وكفلته لما راح خالد علي ومعاه محاميه طلعوه كفلته كانت 50,000 جنيه 50,000 جنيه وهو مش لاقي اكل عيال كانت محتاجه دي بتاع كبير. المهم اللي عمله السيسي ده ليه؟ السيسي اللي بيهينه الاعلام الاسرائيلي الان ليه بيعمل كده؟ عشان ياخد رضا اسرائيل وتسنده زيه زي الحكام العرب. هكذا يتحدثون بملء افواههم. קודם כל תדע, כל מנהיגי ערב ובכלל כל אלה שבסביבנו, תדעו, מסתכלים וקוראים היטב את התקשורת ויודעים בדיוק מה קונה היטב את דעת הקהל בישראל ואת דעת הקהל העולם. פדיחה ואהנה יסתחקה סיסי תמאמן. فضيحة وإهانة يستحقها السيسي تماما من اللي شغال عندهم واللي بيحاول ينور رضاهم بالتفريط في كل حاجة لمصر وشعب مصر. في التفريط في كل حاجة على حساب الشعب المصري والشعب الفلسطيني في جريمة مكتملة الأركان الحقيقة. جريمة مكتملة الأركان الحقيقة. عايز فضايح أكتر من كده؟ أقول لك أنا. إعلام جيش الاحتلال أصلا قال لك إحنا أصلا ما صورناش اللقطة دي. اللقطة دي خرجت بشكل مقصود من كاميرا مصرية في مشهد مقصود منهم عشان يدغدغوا الأحاديث. بس احنا فاهمينهم وعارفينهم وخبزينهم كويس. לא רואים כל יום סצנה מרגשת בקהיר שצריך לומר נתפסה בעדשת מצלמת על הטלוויזיה המצרית. זה לא הגיע מהצד הישראלי. אנחנו רואים פה את סיסי נכנס לאולם שבו מתקיים הכנס, צועד, לפני שהוא מתחיל לדבר צועד אל קארין אלהרר שרת האנרגיה שמרותקת לכיסא גלגלים, מקדם אותה בברכה, מזמין אותה לבקר בקהיר שוב. לי חדף هذا المشهد المثير للاحاسيس. اعلام جيش الاحتلال متفق على شيء واحد, راديو تلفزيون, انه بيعمل كده عشان المشاكل اللي عنده, عشان الكوارث اللي عنده في حقوق الانسان والوضع الاقتصادي.
كله فاهم حقيقة لقطة السيسي، إلا المغيبين في بلادي، إلا أهلنا المغيبين اللي دفنين رأسهم في الرمل، كله فاهم حقيقة لقطة السيسي. الإنسان حلو كده، الإنسان كما يصف באופן מאוד חיובי ואנושי ברקע הביקורת הבינלאומית נגד המשטר שלו על הפרות זכויות אדם. ישראל, חשוב לומר, היא משתתפת בפעם הראשונה בכנס האנרגטי האזורי הזה, זה גם אמירה. כשמחברים את כל הנקודות, אנחנו רואים שבאמת מצרים משקיעה מאמצים אדירים כדי לחמם את היחסים עם ישראל, כדי להראות אותם, להחצין אותם הרבה יותר ממה שהיא עשתה בעבר. סיסי לא נרתע כבר ממפגשים עם גורמים ישראלים בקהיר, וגם לא נרתע ממחוות כמו שאנחנו... ده كلام جيش الاحتلال، فضيحة مكتملة الأركان. هكذا يتحدث إعلام جيش الاحتلال عن الخونة اللي باعوا بلادهم، ملهمش أي قيمة، ملهمش أي قيمة. كان اسمه إيه؟ كان اسمه إيه الخليفة اللي لما المغول دخلوا عليه عفوا دخلوا عليه وأسروه، كانوا أسقطوه من الحكم يعني، ولموا الذهب والحاجات والمحتاجات. فلما جت على الجواري كان عنده 700 جارية وبتاعه، قال لهم أبوس إيديكم، ده مطلعتش عليهم الشمس، سيبوهم. فضحك ساعتها زعيم المغول وخدوهم طبعا. طب ارحموني، حطوه في شوال وقتلوه ضربا بالأقدام بعد ما دلهم على أماكن الذهب والأماكن اللي مخبي فيها الفلوس واللي مخبي فيها كل ثرواته اللي سرقها من الشعب. هكذا يتم التعامل مع الخونة، والكل عارف حقيقة هذا المجرم. تعال نشوف الوزيرة الإسرائيلية قالت إيه عن تلك اللقطة. شومرت كارين الارار صارت الانرجيا قبل شهر كلا بكاير بتجوبه للمخبه الزوت של السيسي. העובדה שהנשיא הסיסי חצה את כל האולם כדי להגיע עד אליי לברך אותי על הגעתי לכנס הייתה מאוד מרגשת ומחממת לב. בפגישה שהייתה לי אחר כך עם שר מצרי, הוא אמר שיש כאן עידן חדש ביחס. والله يا ريت هذه المصيبه الواحده في اليوم او الوحيده في اليوم. في كارثه ثانيه ما تبقاش عارف اني الالعن بقى. كارثة الغاز دي قصة خطيرة جدا، دي قصة خطيرة جدا بتاعت الغاز دي، خطيرة جدا. وفضيحة عمرو أديب، المصايب ما تبقاش عارف تتلم من هنا ولا هنا. بس خلينا في الفضيحة الإسرائيلية. هكذا هو الوصف. أرجوكم الفيديوهات عندكم تقدروا تراجعوا وتشوفوا كيف وصف بدقة، كيف وصف بدقة هذا العميل، عميل جيش الاحتلال، كيف وصف بدقة من إعلام جيش الاحتلال اللي بيتزلف ليه ويقدم له خدمات غير مسبوقة في تاريخ الوطن والمواطنين، ويفرط في أشياء لم يفرط فيها من قبل أعتى المجرمين. ومع هذا ده وصفه، كلب لقى عظمة جري على العظمة، بيحاول ينافقنا عشان نسنده، بيغطي على جرائمه في حقوق الإنسان والوضع الاقتصادي المزري اللي حاصل في مصر. هكذا وصفوا بدقة الحكاية. سيبك انت من فضيحة الإعلام اللي ما كانش عارف، الإعلام المصري اللي ما كانش عارف ايه اللي بيحصل، وكان قاعد يبرر ويغني على لقطة تانية خالص، وبعدين هوب عمل اللفة في توقيت قياسي حقيقة. لا انا احب اللعبة الحلوة، ما كانش عنده تعليمات فحصل لحد ما حصل المشهد ده. هذه لم تكن القصة الوحيدة في معرض الطاقة بتاع البترول. أنا بالله عليكم الفضيحة التانية دي ألعن ليه؟ لأنه المعرض ده اسمه معرض الطاقة ولا البترول ولا إيجي بس معرفش إيه اللي هو البتاع. قوم يتسول ويقع من لسانه هذه الجمل الحقيرة، هذه الجمل الحقيرة اللي طلعه عمرو أديب بسرعة عشان يبررها له. الإعلام الإسرائيلي